العمودية واحد لمغفرة الخطايا. ننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات أمين. تين جوشتيب الخائن تين ديانا سازي زين ديني رم اتنم بيون تبي اون اسنيو إيرني با الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الماء واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة تغيير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. بنعمة ربنا يسوع المسيح وبشفاعة أمنا العذراء مريم وأبائنا الرسل وبركة قديسي البرية قديس الأنبا بيشوي شفيع هذا الدير وفي وادي النطرون في مصر وبتزكية الأباء الأحباء كل واحد في مكانه تزكية الأباء الكهنة الأباء الأسافة والأباء الكهنة وبتزكية الخدام ومجالس الكنائس والشعب بالصلوات بنقيم هؤلاء الشمامسة المتقدمين والمرشحين لخدمة الكهنوت في طقس القسيسية والطقس ده له معاني في كل خطوة من خطواته. أول حاجة بنقرأ التعهد
والتعهد ده بيتقرى أمام الهيكل ومذبح الله وحضور الآباء في الكنيسة كلها وأمام الشعب، والتعهد ده أنت ملتزم بكل كلمة فيه. في المعادي وتوابعها مرشحين للكهنوت يعني، وبعد كده آباء المرشحين من أنطوليا والكنيسية. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا غير المستحق المدعو لنعمة الكهنوت على المذبح المقدس الرسولية في كنيسة الله المقدسة الجامعة الرسولية بالمدينة المحبة للمسيح أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعي الرعاة وأمام ملائكة وقديسيه وأمام أبينا صاحب القداسة البابا تودروس الثاني وأمام أبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وأمام الإكليرس وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان رزقسي إلى النفس الأخير ونحترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعليمها وأن أبذل كل جهدي في تعليم الشعب الإيمان السليم وقيادته في حياة القداسة والبر وأكون أنا نفسي قدوة له في كل عمل صالح وأتعهد بأن أحب الرعية وأعملها بالرفق والحكمة وأبذل ذاتي في افتقاد الشعب والاهتمام به من كل ناحية حسب طاقتي وأن أبحث عن الضال وأسعى لرده وأجمع خراف الله المتفرقة ولا أغفل عن العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم وأن أكون طويل الروح واسع الصدر في معاملة الناس ولا تكون لي منهم جماعة مختارة بل أهتم بالكل وأتعهد بأن أضع صالح الكنيسة فوق كل اعتبار وأن أبعد عن محبة المال وعن محبة النصيب الأكبر ولا أتعالى على الشعب ولا أهملهم ولا أكلفهم بما لا يطيقون ولا أمرهم بما يخالف وصية الرب ولا أرفض التائب إذا رجع ولا أقصر في خدمة أحد منهم وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكهنوت ممثلة في قداسة البابا البطريرك والآباء الأساقفة مع احترامي وتوقيري شركاء في الخدمة الرسولية الآباء المطارنة والأساقفة وأطلب من الرب أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسؤولية الخطيرة وأؤدي بأمانة كافة ما يطلبه مني عمل الكهنوت الجليل يا آباء إخوتي القديسين ها مطانية لكم جميعا مطانية للهيكل ومطانية للشرق للبحري للآباء ومطانية شمامسة ومطانية في الغرب للشعب
طبق بقى التعهد ده وحطه في جيبك. هنصلي دلوقتي صلاة الشكر، وزي ما قلت لكم كل واحد يرفع قلبه. الإخوة الأستراليا ثلاثة تفضلوا. Catholic and Apostolic Church of God in the Christ-loving Coptic Orthodox Diocese of Melbourne, pledge before God, the Lord of Lords and Shepherd of Shepherds, and before his angels and saints, before my Father, His Holiness Pope Tawadros II, and before his companions in the apostolic ministry, their grace, the metropolitans and bishops, before all the clergy and people, to be steadfast in the holy Orthodox faith until the last breath, to respect the canons of the Coptic Orthodox Church, and to keep all her traditions, rites, religious customs, and teachings. I will exert all my effort to teach the people the true faith and lead them in the holy and righteous life, and to set an example for them in every good deed. I pledge to love the flock and take care of them with compassion and wisdom. I pledge to give myself for all people in pastoral care and be concerned for their needs until the very last of my abilities. I will search for the lost and try to return them. I will gather the scattered flock of God. I will not ignore the incapacitated, the rejected, or those who have no one to remember them. I will be patient and long-suffering with all people, will not show partiality to a chosen group, but be equally concerned for all. I pledge to put the good of the church above all else. I will keep myself away from the love of money and affinity of a great portion. I will not boast over the people and will never neglect nor overburden them. I will not instruct them against the Lord's commandments, nor will I reject the repentant who return to the church, but I will serve them. I pledge to submit to the hierarchy of the priesthood represented in person of His Holiness, the Pope of the Patriarch Orthodox Church of Alexandria and the Patriarch of the See of St. Mark, along with my respect and honor to their eminence and grace the metropolitans and bishops of the church. I ask the Lord to grant me strength through their prayers so that I may fulfill the duties of this great and honorable order of priesthood with honesty and integrity. Pray for me, my fathers and brothers, the saints, and Matanya to all of you. بعد التعهد أروح الآباء اللي هيخدموا في مصر بالعربي، والآباء اللي هيخدموا خارج مصر في أستراليا وكندا بالإنجليش. هنبتدي نصلي دلوقتي صلاة الشكر، كلنا هنصليها ويا بعض عشان بنشكر ربنا على النفوس والأسر اللي بتتقدم لحياة التكريس والخدمة الكهنوت. أليس نماس أوسي أوسو بطير وبنتكراتور بانجية رياس أليس نماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا أعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا عضدنا أتى بنا هذه الساعة هو أيضا، فنسأل أن يحفظنا في هذا المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا، أيها الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا خلصنا يسوع المسيح،
نشكرك على كل حال، من أجل كل حال، في كل حال، لأنك سترتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعطتنا، أتيت إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل، أطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هؤلاء المتقدمين للكهنوت وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوت العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة الرأفات ومحبة البشر اللواية لابنك الوحيد ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا مقليل المجد الإكرام والعز والسجود تليب بك مع عمر الروح القدس أمحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. آمين. أيها رب إله القوات الذي أدخلنا إلى نصيب هذه الخدمة الذي يقيم فهم البشر ويفحص القلوب والكلى، اسمعنا بكثرة رافاتك ونقنا من كل دنس الجسد والروح، مزق سحابة خطايانا وظلمنا مثل الدخان، املانا من قوتك الإلهية ونعمة ابنك الوحيد وفعل الروح القدس لنكون مستوجبين لخدمة هذا العهد الجديد، لكي نستطيع باستحقاق أن نحمل اسمك القدوس ونخدم كهنوت سرائرك المقدسة. لا تدعنا نشترك في خطايا غريبة، بل امحو التي لنا وامنحنا يا سيدنا ألا نصنع المائلات، بل هب لنا معرفة لنقول ما ينبغي وندنو إلى مذبحك المقدس. اقبل إليك القسيسية الكاملة التي ستصير لعبيدك الواقفين المنتظرين مواهبك السمائية، لأنك صالح وكثير الرحمة لكل من دعاك، لأن سلطانك قوي مع ابنك الوحيد والروح القدس. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون. نعمة ربنا يسوع المسيح المكملة لنقصنا بمسرة الله إلهنا والروح القدس تحل على هؤلاء الذين داخلين بخوف ورعدة وتواضع قلب إلى المذبح المقدس، جاسين ورافعين أعين قلوبهم إليك أيها الساكن في السماء، منتظرين مواهبك السمائية لينتقلوا من طقس الشمسية إلى رتبة قسيسية في البيعة المقدسة والمذبح الطاهر. اطلبوا كلكم لكي تحل عليهم موهبة الروح القدس. آمين.
القسيسية لكي يستحق منكم محبتك البشر. ليستحق اسمك القدس ويتعبد لك ويخدم مذبحك المقدس ويكون رحمة أمامك. لأن الرحمة والرأفة من قبلك يا الله ينبغي لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل عند ظهرك آمين. كريالي صان كريالي صان طلع في كل حين أيها السيد الرب لله ضابط الكل خلق كل الأشياء بكلماتك الذاتية المعتني بالكل من قبل أيضا أيها المطلع في كل حين على بعتك المقدسة ونميه وما يكسر وما يقوي وما يقبل الأتعاب بالقول والفعل. انظر على عبيدك هؤلاء الذين أسلموا للقسيسية بحكم وتزكية الذين قدموهم في الوسط املأهم من الروح القدس والنعمة والمشورة وتقواك ليعضد ويدبر شعبك بقلب نقي كما تطلعت على شعبك الذين اخترتهم وأمرت عبدك موسى أن يختار له مشايخا هؤلاء الذين ملأتهم من الروح القدس غير المصنوع المنبثق منك يا رب اسمعنا يا رب ارحم يا رب باركنا نعم يا رب اسمعنا ونطلب اليك ان تحفظ فينا ايضا الروح القدس الذي لنا مدى غير المصنوع لمنح روحك مدك ليمتنع من اعمال الشفاء وكلام التعليم ليعلم شعبك بوداعه ويتعبد لك بطهارة وفكر نقي ونفس منصحقة ليكمل أعمال الكهنوت على شعبك وأما الذين يقتربون إليه أيضا فليجددهم بحميم الميلاد الجديد وأنا أيضا طهرني من كل خاطئة غريبة واعتقني مما يجب علي من ذاتي بواسطة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح Choice is so temerous, if choice is mine, if choice is more erroneous. يا رب علينا وعلى خدمتنا وطهرنا من كل دنس وارسل من السماء نعمتك على عبيدك هؤلاء لكي يستحقوا من قبلك أن يكملوا كهنوتهم بغير اعوجاج ليفوزوا بمراحمك مع الذين أرضوك منذ البدء لأن الرحمة كائنة بإرادتك ويليق بك الإكرام مع كل أحد والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدور كل آمين يا رب اسمعنا يا رب ارحم يا رب باركنا ندعو في كنيسة الله المقدسة آمين آمين ندعوك يا بولا قسيس عن مذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في كنيسة الشهيد ماري جرجس والأنبا موسى بالعجم بالكيلو 26 بالأسكندرية خينفران مبيوت نمشين ببن مايس وابنوتي نوتفز ماروت نجيف نوتفيوت بيون تكراتور آمين آمين ندعوك يا بولا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد ماري جرجس والأنبا موسى بالعجم بالكيلو 26 بالأسكندرية افز ماروت نجيب فونوغانيس نشيري إسوس بخريستوس بين شويس آمين دعوناك يا بولا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة الشهيد ماري جرجس والأنبا موسى بالعجم بالكيلو 26 بالأسكندرية افز ماروت انجيب ابن فمايس قواب امبرك ليتو آه
كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا دانيال قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نعم الأسكندرية خنفران بيوت نمشين ببن مايسواب ونوتي نوت في زماروت نجيب نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا دانيال قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام الأسكندرية افز ماروت انجب فونو جنيس انشيري إسوس بخريسوس بنشور دعوناك يا دانيال قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام في الأسكندرية افز ماروت تنجيب ابن مايس اواب امبارك ليتو. آمين. انسيوس ابا ماركوس بيابو كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيس على المذبح المقدس الذي دعى الأرثوذكسيين في كنيسة قديسة مريم العذراء بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة خنفران مبيوت نمشيرم ببن مايسواب ونوتي نوتي في سماروت نجيب نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا داود قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة في سماروت نجيب فونو جنيس نشيري إيسوس بخريسوس بنشور. آمين. دعوناك يا داود قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة افز ماروت انجيب ابن مايس اواب امبارك لي. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوحنا قسيس على المذبح المقدس الذي دعى الأرثوذكسيين في كنيسة قديسة مريم العذراء بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة خنفران مبيوت نمشين مبن مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا يوحنا
قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة افز ماروت انجب فونو جنيس انشيري إيسوس بخريسوس بنشوس آمين. دعوناك يا يوحنا قسيس على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كنيسة القديسة مريم العذراء بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة افز مروت انجيب ابن فمايس اواب امبرك لي الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يمينا قسيس على المذبح المقدس الذي دعا الأرثوذكسيين في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا بشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة خنبران ميوت نمشير مبنى ما سواب ونوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيوم تكراتور آمين. آمين. ندعوك يمينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا بشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة افز ماروت انجب فونوغانيس انشيري إيسوس بخريسوس بنشو آمين. دعوناك يمينا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والأنبا بشوي بالأنبرويس بالعباسية بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن فمايس اواب امبرك لي آمين. اكسيوس ابا بيشوين ابا كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا بابا دوبلو بشبرا بالقاهرة خنفران مبيوت نمشينا مبنى ما سوا بنوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيوم تكراتور آمين. آمين. ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا بابا دوبلو بشبرا بالقاهرة افز ماروت انجب في مونوغانيس انشيري إيسوس بخريسوس بنشوس آمين. دعوناك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا بابا دوبلو بشبرا بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن فمايس اواب امبرك لي yeah.
في كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا إرميا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا بابا دوبلو بشبرا بالقاهرة. خنفران مبيوت نفشين ببن ما سواب نوتي نوتي في سماروت جيف نوتي بيوت بيوم تكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا إرميا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا ببابا دوبلو بشبرا بالقاهرة. افز ماروت انجب افمونو جانيس انشيري اسوس بخريسوس بنشو. آمين. دعوناك يا إرميا قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والشهيدة ديميانا بابا دوبلو بشبرا بالقاهرة. افز ماروت انجب ابن افمعيس اواب امبارك ليتو. آمين. آمين. أنسيتي عاقية مريتي كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا مرقس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والشهيدة بسيفين بالهجانة بالقاهرة. خين افران امي بيوت نفشين امي ابن ماي سواب نوتي نوتي في زماروت انجيب نوتي بيوت بيوت كراتور. آمين. آمين. ندعوك يا مرقس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة بسيفين بالهجانة بالقاهرة. افز ماروت انجب افمونو جانيس انشيري اسوس بخريسوس بنشوس. آمين. دعوناك يا مرقس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيدة بسيفين بالهجانة بالقاهرة. افز ماروت انجيب ابن افمعيس اواب امبارك لي. كنيسة الله المقدسة. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهام قسيس على المذبح المقدس أنا مستني تخلصي الزغروط. خلي الزغريط والتسقيف ده ساعة ما ردت الشمامسة من ساعة الصلاة هنا. ندعوك يا إبراهام على المذبح القسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسيوس بمنطقة النعام بعين شمس الشرقية بالقاهرة. خين إفراني مبيوت نمشير مبنى ما سواب ونوتي نوت في زماروت نجيب نوتي بيوت بيوم تكراتور. آمين. آمين. ندعوك يا إبراهام قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بالنعام بعين شمس الشرقية بالقاهرة.
افز مروت انجب فونو جنيس انشيري اسوس بخريستوس بين شو آمين. دعوناك يا إبرام قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بالنعام بعين شمس الشرقية بالقاهرة افز مروت انجب ابن فمايس اواب امبارك ليتو الله المقدسة آمين. آمين ندعوك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس والقديس سمعان الخراز بالهايكس كتب بالقاهرة خنفران مبيوت نوشين مبن مرسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي في عدو عن تكراتور آمين. آمين ندعوك يا موسى قسيسا على المذبح المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والشهيد ماري جرجس والقديسة معنا الخراز بالهايك ستيب بالقاهرة في زماروت نجيف في مروجانيس نشيري إيسوس بخريستوس بين شو آمين دعوناك يا موسى قسيس على المذبح المقدس في كنيسة قديسة مريم العذراء والقديس ماري جرجس والقديس سمعان الخراز بالهايك ستيب بالقاهرة في زماروت انجيب ابن بمايس اواب امبارك لي ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين ندعوك يا أثناسيوس قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام بالقاهرة خنفران مبيوت نمشير مبن مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت ويانتوكراتور آمين. آمين قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام بالقاهرة افز ماروت انجب في مونوجانيس انشيري اسوس بخريستوس بين شو آمين دعوناك يا أثناسيوس قسيس على المذبح المقدس الذي دعى للأرثوذكسيين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام بالقاهرة افز ماروت انجيب ابن فمايس اواب امبارك ليتو Amar ko
ميتانوس في كنيسة الله المقدسة. آمين آمين. ندعوك يا يوستوس قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام بالقاهرة خنفران مبيوت نمشير من مسواب ونوتي نوتي فزمارعوت نجيف نوتي بيوت بيانتوكراتور. آمين آمين. ندعوك يا يوستوس قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام بالقاهرة افزماروت انجبف منوغانيس انشيري إيسوس بخريسوس بنشوس. آمين. دعوناك يا يوستوس قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام بالقاهرة افزماروت انجبف نفمايس أواب امبركني. آمين أكسيوس أبا مرقس ديابو كنيسة الله المقدسة. آمين آمين. ندعوك يا يونان قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا ببرشيت إسنا وأرمن خنفران مبيوت نمشير مبن مايسوا بنوتي نوت فزماروت نجيف نوت بيوت بيون توكراتور. آمين آمين. ندعوك يا يونان قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا ببرشيت إسنا وأرمن افزماروت انجبف منوغانيس انشيري إيسوس بخريسوس بن شويس. آمين آمين. دعوناك يا يونان
قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا بإبرشية إسنا وأرمن افز ماروت انجيب ابن فمعيس قوات امبرك ليت الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا ميخائيل قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا بإبرشية إسنا وأرمن خنفران مبيوت نبشير مبن مايس وبنوت نوت فز ماروت نجي بنوت بيوت بيون تكراتور آمين. آمين. ندعوك يا ميخائيل قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا ببرشية إسنا وأرمنت فزماروت نجيب في مروغانيس نشير إيسوس بخريسوس بن شويس آمين. آمين. دعوناك يا ميخائيل قسيس على المذبح المقدس في مذابح قرى إسنا ببرشية إسنا وأرمنت فزماروت نجيب ابن مايس قواب امبارك لي. آمين. أكسياتي أجي يا مريتي با كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيسا على المذبح المقدس الذي دعي للأرثوذكسيين في كنائس مدينة إسنا ببرشية إسنا وأرمن خنفران مبيوت نمشير مبن مايس واب ونوتي نوت فزماروت نجيف نوتي بيوت بيونتوكراتور آمين. آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في كنائس مدينة إسنا ببرشية إسنا وأرمن افز ماروت انجب في مرجانيس انشيري إسوس بخريستوس بن شويس آمين. آمين. دعوناك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في كنائس مدينة إسنا ببرشية إسنا وأرمن افز ماروت انجب ابن مايس قواب امبارك لي. آمين. أنسيوس بنيوتس أواب أبرام بباطري يارشيس. إبراهيم ببرد بي إتيروس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك في لوباتير
القسيس على المذبح المقدس في كنيس مدينة إسنا ببرشيت إسنا وأرمن خنفران مبيوت نمشير مبنى ما يسواب نوتي نوت فزماروت نجيب نوتي بيوت بيان تكراتور آمين آمين. ندعوك يا فيلو باتير قسيس على المذبح المقدس في كنيس مدينة إسنا ببرشيت إسنا وأرمن افز ماروت انجب فونوغانيس انشير يسوس بخريسو بن شويس امين آمين. دعوناك يا فيلو باتير قسيس على المذبح المقدس الذي على الارزوكسين في كنيس مدينة إسنا ببرشيت إسنا وأرمن افز ماروت انجب ابن ما يسواب امبارك لي ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين آمين. ندعوك يا أنجيلوس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمة بإسنا بالأقصر خنفران مبيوت نمشير مبنى ما يسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيب نوتي بيوت بيوم تكراتور آمين آمين. ندعوك يا أنجيلوس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمة بإسنا ببرشيت إسنا وأرمن افزماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس امين آمين. دعوناك يا انجيلوس قسيس على المذبح المقدس في كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالعضايمة بإسنا ببرشيت إسنا وأرمن افزماروت انجب ابن في معيس أواب امبارك لي كنيسة الله المقدسة آمين آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام للكرازة في أفريقيا خنفران مبيوت نمشير مبنى ما يسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيان تكراتور آمين آمين. ندعوك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام للكرازة في أفريقيا افز ماروت انجب في مونوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس آمين آمين. دعوناك يا إبراهيم قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كاهن عام للكرازة في أفريقيا افز ماروت انجيب ابن في معيس هواب امبارك ليت آمين. 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 آمين.
سيون بنيوت إبراهيم ببرد في تيروس. ندعوك في كنيسة الله المقدسة آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام للكرازة في أفريقيا. خنفران مبيوت نمشير مبن مايسواب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. ندعوك يا يوسف قسيسا على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام للكرازة في أفريقيا. افز ماروت انجب في منوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس امين. آمين. دعوناك يا يوسف قسيس على المذبح المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ككاهن عام للكرازة في أفريقيا. افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك لي. آمين. أنسيوس أبا ماركوس بيابو أنسطوس. We ordain you in the Holy Church of God. Amen. Amen. We ordain you, Raphael, as a presbyteros for the holy altar, which has been named for the Orthodox St. George and St. Louis, Toronto, Canada. Genevrane. Genevrane, me viot nevshine, me vne maesoweb. ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. وي أردين دي أردين يو رافائيل أزي بريزبيتير for the Holy Spirit, Holy Altar, which has been named for the Orthodox St. George and St. Louis Church in Toronto, Canada. في زماروت انجب في منوغانيس انشير يسوس بخريستوس بن شوي. آمين. وي أردين ديو رافائيل از بريزبيتير فور ذا هولي ألتار ويتش هاز بين نيمد فور ذا أورثوذكس ان سان جورج ان سان رويس تشيرش ان تورونتو ان كندا. افز ماروت انجب ابن مايس اواب امبارك لي. آمين. أنسيوس بن يوسف رافائيل ببرد في إتيروس. We ordain you in the Holy Church of God. Amen. Amen. We ordain you, Bishoy, as a presbyter for the Holy Altar, which has been named for the Orthodox in St. Mary Coptic Church in Adelaide, Australia. خنفراني مبيوت نمشير مبن مايس واب ونوتي نوتي في زماروت نجيف نوتي بيوت بيانتو كراتور آمين. آمين. وي أردين يو بيشوي أزي بريزبيتير
for the holy altar, which has been named for the Orthodox in St. Mary Coptic Orthodox Church in Adelaide, in Australia. افزمارت انجبف منوغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس امين آمين وي اردند يو بي شوي از بريزبيتير فور ذا هولي التار ويتش هاز بين نيمد فور ذا اورزوكس ان سانت ميري كوبتيك تشيرش ان اديليد ان استراليا افزمارت انجبف نف مايس اوب امبارك لي آمين أكسيوس أبا بيشوي نم أبا أبا بلي We ordain you in the Holy Church of God. Amen. Amen. We ordain you, Isaac, as a presbyter for the holy altar, which has been named for the Orthodox in St. Mina and St. Marina Coptic Church in Melbourne, Australia. Genevran, in Vietnam, Shir, in Vietnam, Sueb, Unoti, Unoti, Fizmarot, in Jev, Noti, Vietnam, Tukratur. Amen. Amen. We ordain you, Isaac, as a presbyter for the holy altar, which has been named for the Orthodox in St. Mina and St. Marina Coptic Orthodox Church in Melbourne, Australia. افزمارت انجبف منوغانيس انشيري يسوس بخريسوس بن شويس امين آمين We ordained you, Isaac, as a presbyter for the holy altar which he has named for the Orthodox in St. Mina, St. Marina, Coptic Orthodox Church in Melbourne, Australia. افزمارت انجبف باب نف مايس اواب امبارك ليتو آمين اكسياتي اغياتي Church of the Amen. We ordain you, George, as a presbyter for the holy altar, which has been named for the Orthodox as a general mission priest in Fiji, in Diocese of Melbourne and the affiliated regions in Australia. خنفران مبيوت نوشين مبنى ما يسوى بنوتي نوتي فزماروت انجيف نوتي بيوت بيان تكراتور امين آمين وي اردين يو جورج از بريزبيتير فور ذا هولي التار which he has been named for the Orthodox as a general mission priest in Fiji, Diocese of Melbourne and affiliated regions, Australia. خنفر افز مارو تنجب في مروغانيس انشير يسوس بخريسوس بن شويس امين آمين وي اردين ديو جورج از بريزبيتير
for the holy altar, which has been named for the Orthodox as the general mission priest in Fiji, in Diocese of Melbourne and affiliated regions in Australia. Oh.
القديم
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك أيها السيد ضابط الكل من أجل كل حال، ونمجد اسمك القدوس لأنك صنعت عظائم وفضت موهبتك ذات الغنى على عبيدك هؤلاء. نسأل ونطلب إليك يا سيدنا اسمعنا كثرة رافاتك، سر بهذه الشرطونية الصائرة لعبيدك هؤلاء من قبل حلول روحك القدوس عليهم، قوم دعوة اختيارهم بطهارة بنعمة صلاحك، واخترنا معهم للصلاح لكي نعمل ونربح في الوزنة وننال مع كل الذين عملوا مشيئتك منذ البدء أجرة الوكيل الأمين الحكيم في ظهور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. اعلم كل الاباء فين اللي اترسموا، الاباء اللي اترسموا يطلعوا بره يجوا هنا لو سمحت، والورا يجوا قدام، الاباء اللي اترسموا كلهم يتفضلوا جوه هنا. مين دخلكم الهيكل ده؟ اعلم ايها الابن قدر هذه الدعوة التي استحققتها، التي هي القسيسية وتقليدك الاسرار العظيمة التي للعهد الجديد بدرجة التعليم. فيجب عليك إذن أن تعمل وتعلم من جهة الأعمال الحسنة أفضل من الكلام، واذكر كلام بطرس القائل أن القسوس الذين فيكم أرغب أن أقص عليكم والشاهد لا من المسيح والشريك في المجد الذي ارعوا رعية الله التي فيكم، وكونوا تفتقدوها لا بالظلم لكن بإرادة قلب، وليس كأنكم أرباب الأنصبة بل كونوا مثالاً للرعية، لكي إذا ظهر رئيس الرعاة تأخذون إكليل المجد غير المضمحل. كن إذن عاملاً بالوزنة التي اؤتمنت عليها لتردها مضاعفة لتأخذ أجرة العبد الحكيم الأمين. وتجمع الشعب على كلمة التعليم مثل مربية تربي بنيها لتخلص أنت والذين يسمعونك. امض بسلام، الرب معك. اعلم أيها الابن المبارك أعانك الله إلى ما دعاك إليه ووفقك إلى ما فوق أبراره لديه أن سيدنا يسوع المسيح له المجد قد اختارك لخدمته وصيرك مع عدد كهنته بما رفعك به من خدمة الشماسية إلى رتبة القسيسية، وأتمنك على أسرار الموحية فأصغي لما يطلع عليك من هذه الوصايا الفائز من عمل بها بغفران الذنوب والخطايا، وأعرف قدر هذه النعمة التي نلتها والموهبة التامة التي من الآن أنك قد صرت بها مستحقا لمخاطبة الرب شفيعا في مقادسه ومحل غفرانه على الشعب، فاعمل لا للطعام الفاني بل للطعام الباقي إلى الأبد. لا تتوانى عن اقتناء الفضائل الروحانية ما دام الروح في الجسد لتنمو في الأعمال المرضية، فيشرق مصباح ذاتك بأنواره المضيئة، وكن مثالا صالحا في القول والسيرة. عن جليل الأمور والحقيرة في العلانية والسريرة، واهرب من محبة المال التي هي أصل كل الشرور الأعمال الشريرة، واحذر من الشبع والسكر فإنهما يظلمان العقول النيرة، وتجنب الحسد والشقاق والمقاومة والقساوة والهزء والكبرياء. ويبعد عن النميمة والوقيع والافتخار الرديء والمحاباة والرياء، ويحذر أن تكون إذا ذا لسانين ولا وجهين أو تشهد شهادة فيها ريب، فإنه مكتوب يجب أن يكون القسيس لا يوجد فيه عيبا. وإياك أن تسرع يدك إلى الضرب، بل حب الله وجميع الخلق من كل النفس والقلب، واشتمل بفضائل التقوى والرحمة والعفة والتواضع والقناعة وانسحاق القلب والاحتمال والصبر والوداعة.
ولا تحد عن الإيمان الصحيح بربنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي هو أساس الدين وبه يتم الخلاص لسائر المسيحيين، ويستضيف المطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعة والتدريب بالعلوم الدينية. واستضيف المطالعة مواظبا على القراءة والتعليم بمعاني الكتب البيعية والتدريب بالعلوم الدينية. الكتب البيعية والتدريب بالعلوم الدينية والقوانين الشرعية، وعامل شعب الله بالرأفة والحزق، وسايسهم بلين المسيح والسهولة والرفق والسر في مناهج هذه الآداب لتصل به إلى مساكن الأبرار فائزا من أليم العذاب. أوصيك الوصية الكبرى الضرورية التي هي أصل قيام الشريعة المسيحية، وهي أن تحب الجميع من محبة قلبية بإخلاص. الضمير وشهادة النية، والواجب عليك أكثر من كل هذه الوصايا البيعية وأفضل من كل سواء من الأوامر الرسولية، وهو الاحتراس عند توزيع السرائر الرب المحيية، ويكون ذلك منك بجد ونشاط واجتهاد، وتحقق أن الشيروبيم والسيرافوم وقوف بالمخافة والارتعاد، وكن عارفا بمقدار من هو ذبيح بين يديه، وأنه المسيح عمانوئيل الذي بذل ذاته عنك وعليك، واعلم أنك تقسم أعضاءه الناسوتية لا محالة، وتحمل على يديك الذي حمله سمعان الكاهن بالكرامة والجلال، وأن هذه الكأس هي دمه المسفوك عن الخطايا الذي به أنقذ من الجحيم جميع السبايا، النابع لنا من الكرمة الحقيقية الذي هو جنبه الإله الزكي من بعد أن سلم الروح على الصليب. فيا لهذا السر الخفي، هذا هو الجسد المقدس والدم الكريم اللذان صار بهما خلاص الخليقة. هذا حمل الله الذي رفع خطايا العالم وجذبهما لنوره الحقيقي، فكن منهما لنفسك أيها الإبن غاية الانتباه، واحرس هذه الزخيرة كحراسة الشيروبيم لشجرة الحياة، واحترز على هذه السرائر احترازا يخلصك من الجرائر، ولا تناوله إلا للحسن السيرة الصالح السمعة الطاهر السريرة. ورد من كانت طريقته شريرة لإلا يقتل نفسه وتكون أنت السبب في الجريرة، والحذر من الإهمال لإلا تحصل المضرة، فإن العالم كله لا يساوي منه مثقالا من ذرة، وليكن توزيعك بترتيب ونظام وهدوء وسكون وحرص واحتراز والتفتيش برمق العيون وعرض الأواني المقدسة على من يكون حاد النظر. على من يكون حاد النظر مرة واثنين وثلاثة، فإن العياد أوكد من الخبر لتكون خدمتك مقبولة ووساطتك مكرمة وصلاتك نافعة ونعمة الرب عليك سابغة. والرب الإله رأس الرئاسات وأساس السيادات ووهب الكرامات، مرتب درجات الكهنوت على الأرض كما هي عليه في السماوات، يعينك ويعضدك ويساعدك ويؤيدك بقوته على القيام بفرائض خدمتك جميع أيام مدتك، ويباركك ويبارك بك، وينصبك مع 24 قسيسا الروحانيين، ويسمعك صوت المبهج القائل: دي ختام الوصية. في ختام الوصية هتسجد لغاية على عتبة الهيكل كل واحد، تدخل تقبل الهيكل المذبح، وبعد كده تقف في الشرقية. نسجد هنا وأمام الهيكل أمام المذبح، نقبل المذبح ونقف تجاه الشرقية. ويسمعك الصوت المبهج القائل: ادخل إلى فرح سيدك. تفضلوا ابتدوا. ادخل إلى فرح سيدك بالترتيب. بالترتيب واحد، يلا يلا حبيبي تفضل. ادخل إلى فرح سيدك لترس الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. يسامحني أنا البائس الحقير المتواني المسكين بأسامي وسيئاتي في يوم الدين،
بشفاعة سيدتنا كلنا وفخر جنسنا الست البتول القديسة المقبولة شفاعتها في كل حين، والشاهد الكريم مرقس الرسول أحد الأربعة إنجيليين مع كفة سادتنا البطاركة والأسقفة ورؤساء الكهنوت وسائر الشهداء والقديسين وكل من أرضى الرب عمله الصالحة. أمين. بقولنا جميعا: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. قبلوا بعضكم بعضا بكبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. قدموا على الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر لشفعاة والدة الإله القدس. وما روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب فلنشكر الرب مستحق عادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر للمتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس كيف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسة والرؤساء والأرباب والقوة إلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون ويرفتون قائلين
الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب صبوت السماء والارض مملوءتان من مجدك الاقدام. قدوس قدوس بالحقيقة يا الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم. عندما خالفنا وصيتك بغواية العدو سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتناسى وعلمنا طرق الخلاص ونعم علينا بالملاد الفوقاني بواسط الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طارا بروحك القدس هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح أنقان في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجادلة هذا الذي يدار فيه ليدين المسكونة بالعدل واحد كنحو أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا أنا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مراسمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم
أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلعيب ولدنا سين الطوبويتين المحييات. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله بأوصي كل أحد و شكرا. آمين. وباركه. آمين. وباركه. قسمه وأعطى الخواص التلاميذ القديسين ورسول الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجا من عصير الكرمة والماء وشكرا. القديسين وصلت قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لان هذا هو دم نزل العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفره الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو ايضا بالحقيقه. من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر يا بيتك المقدس وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونضطر إلى نحن أيضا نصنع ذلك الآلام المقدسة.
وقيامتي من الأموات أصعد إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب، وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا، نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات، نسبح بارك نخدم سدم مقدسا له حقا آمين. وهذه كاس أيضا دما للعهد الجديد الذي له وأيضا حقا خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. يا رب ارحم. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. لينمو بنا الإيمان سهل لنا طريق التقوى. يا رب ارحم. أعطى اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. أعطي بان الكليروس نسكا للرهبان والراهبان. يا رب ارحم. نارا للذين في البتولية، حياة صالحة للذين في الزيجة. رحمة للتائبين، صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم. وداعة للفضلاء، معونة للمساكين. الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم. يا رب ارحم. نجاحا للطلبة، عملا للمحتاجين. غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة. يا رب ارحم. تعظم من البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البث. سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول هي. صلوا من أجل السلام الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها.
وأولا أشكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وأخويه في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي ماري أغناطس إفرام الثاني وأبينا وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك أتريتيا وشركائه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطوباوي والمكرم الأنبا سربامون وأبائنا مطارنا والأساقفة المجتمعين معنا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه في الخدمة الرسولية أبينا البطريرك الأنطاكي ماري أغناطيوس إفرام الثاني وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك أريتريا وشركاؤه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطوباوي المكرم الأنبا سربامون وأبانا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا أرثوذكسية. الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. والقصوص الرزقسين والشمامسة صلوا من أجل أبانا القمامسة والقصوص الشمامسة والسبع مزغان وسبع طغمات كنيسة الله يا رب وارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ماعاً. ارحمنا يا الله والآب طبقا الكون. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل أدرة أبانا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديورة. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها وعن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدك مقداره ويفرح وجه الأرض ويعلن نحن البشر يا رب ارحم يا رب مقدار يا كنعمتك فرح وجه الأرض ليروي حرتها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما. لكي نحن أيضاً إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين
الوهابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيت. أبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. الأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا الصابق الصابغ والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الراس بول الطاهر والشاهين. البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسكوروس والقديس أثناس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زحبي الفام والقديس أوديوسيوس والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس. Saint Gregory the Wonder Worker, Saint Gregory the Armenian, the 318 assembled at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Assos. Nem penyotendike ospinisti av Antonios, nem pithni av Pavli, nem pishonte thoa av Mekeri, nem noshiri tiro en estavroforos, nem penyot av Ioannis Pieglomenos, nem penyot Ava pishoi pithmi piromin telios, fieta foin nene chal av gente pensotir, en ava athos. Nem beniot ava bavle berem tamo, nem yedeke il bef mathitis, Nem nachois eniotie foeben Romeos, Maximus nem domedios, nem biemepsitem martyros nicheloien teshit, nem bigorieth oeb avamo. Nem Ioannes kami pie presbyteros. Nem
بنيوت نم بنيوت سدوس ابرز فيتيروس نم بنيوت ابابا خم باتي كونونيا نم ثيودوروس اما فستيس ريتيس نم ابا فيسا بما كرانس هو اتموت امو اهري اكون نيتو شمار تو ان ران انتن نيوتس او ابن باتريارشيس اتا بنكوت ابشوي سمان انتو نو ابسي شتيرو اوه انت في كان النو او بي ناني بو ريموس موس اوه شوبين من امي دوسا سي كيريه كيريه لي سون كيريه لي سون كيريه افلوكسون كيري انا بابسون امين ليسون اولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كره الاحياء الى الابد في اورشليم السمائيه في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في مالك وانعم علينا بسلامك الى الانقضاء كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل والى دار الدهور امين وهدينا الى ملكوتك لكي وبهذا كمان في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام نشكر الله الاب ضابط الكل ابا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح لانه جعلنا اهلا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو ايضا فنسان وان يجعلنا مستحقين لشركه صاد اسرار الالهيه الغير الميت ايه
ثم اسؤوب إن أشتم بك ثم اسؤوب نبسن في شويس بن نوتي أمين أمين بروس فيكساستي إريال إيسو بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم العذراء ولدته في بيت لحم وإذ ملاك الرب قد ظهر للرعاة وبشرهم بميلاده العجيب الذي أتى إلى أرض مصر ثم عاد وسكن في ناصرة الجليل الذي نما قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده الذي أتى إلى الأردن واعتمد من يوحنا المعمدان الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسرين لا ينطق به كيريه ليسون كيريه ليسون يا رب مرحب الذي صير الماء خمرا بقوة لاهوته في عرس قانا الجليل الذي أعطى النظر للعميان وجعل العرج يمشون والشل يصحون والخرس يطهرون والصم يسمعون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون الذي أقام ابنة الأرملة بنين وابنة تيروس الذي تجلى على جبل طابور قدام تلاميذه القديسين وأضاء وجهه كالشمس الذي من بعض أيام كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب مرحا الذي دخل أورشليم راكبا على جحش ابنتان مثل ملك الذي عهد تلاميذه القديسين وأعطاهم جسده المقدس ودمه الكريم الذي صلب على الصليب وسحق الشيطان ووضع في القبر وبعد 3 أيام قام من الأموات كيريا ليسون كيريا تلاميذ المختارون على بحيرة طبرية بعد قيامته المقدسة وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه الصالح وأرسل الروح لنا الروح المعزي مثل ألسنة من نار الذي علم تلاميذه المختارين ورسل القديسين قائلا لهم متى صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا يا أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذا خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة
إن بخريستوس بإن شويس كيف لاسمون توكريو اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها. خلصت حقا مع روحك ننصت بخير. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس هو الروح القدس امين. واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين. امين. سوما كيما ليسنون إيسو خريستو طيتو سيوي مون أمين. آمين. سوما نمبسنو فنتين مانويل بنوتي فاي بيخن أوم اسميا. آمين. آمين. تنا امين 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 امين. اؤمن 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 اؤمن. واعترف الى النفس الاخير واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح ربنا والهنا أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم والدة الإله القديس الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن
أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة. آمين. بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا ربون